السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله يا رسول الله، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة
وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصلي وسلم وبارك عليه كما تحب وترضى أن يصلى عليه. أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم وأوصي نفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، فاتقوا الله وراقبوه واعبدوه واحذروا أن تقعوا في عصيانه ومخالفة أمره. واعلموا أن الله أمركم بالتقوى في آيات كثيرة ليحفزكم إلى مراقي الفلاح في الدنيا والآخرة، إن للمتقين مفازا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا يا أكرم الأكرمين، وهيئ بهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويداب على أهل معصيتك، ويدحر ويذل ويخذل كل من يعادي دينك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون سيهل علينا غدا أو بعد غد هلال رمضان، شهر عظيم مبارك، هذا المنجم الكبير، هذا الكنز العظيم من الخيرات والفضائل والبركات والتجليات الذي أتعبنا نفوسنا قبله بإحدى عشر شهرا يغذي أجسادنا بالطعام والشراب، فضرئت أرواحنا، فرحمة الله نالتنا، إذ دعوناه في شهر رجب وفي شهر شعبان، فقلنا اللهم بلغنا رمضان، فها نحن عن بضع ساعات ويهل علينا هذا الشهر الكريم، شهر العتق، شهر الفضل، شهر الخير، شهر البركات. ماذا نتكلم عن هذا الشهر؟ كنت قد تكلمت في الأسبوع الماضي عن بعض من فضائله، أن الله عز وجل بيّن الحكمة الإلهية من العبادات كافة ومن الفرائض كلها، فعبادة الصيام كانت الأمم قبلنا مأمورة بالصيام على اختلاف العلماء بوقته وأنواعه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وبين الله عز وجل الغاية الأسمى والأنبل والهدف الحقيقي من الصيام لعلكم تتقون. فالصيام هدفه ليس الجوع والعطش، بل أن نسلو بأنفسنا إلى مراقي الفلاح، أن لا تمتد كما ذكرت لكم أيدينا إلى الحرام، أن نشعر ونحس بأولئك المستضعفين الفقراء الذين لا يجدون ما يؤويهم من طعام وشراب ومسكن. ففضائل شهر رمضان كثيرة، نذكر بعضها على وجه السرعة في هذه الخطبة لنتريث شيئا فشيئا حتى نوذل في أعماق هذه الفضائل في خطب قادمة بمعية الشيخ إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، كلنا يعلم أن الله عز وجل من رحمته أن أرسل لنا هذا الضيف الزائر الكريم لكي يمحو عنا الأدران، لكي يستفيق ذاك العاصي مما خرج به عن سكة الفطرة السليمة وهي عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإلى أول ذلك الذي التزم طاعة الله عز وجل ليزيده الله هدى ونورا وتقى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالعابد التقي النقي يزداد حرصا وعبادة، والعاصي الذي أسرف وفرط في مطالب روحه بالعبادة يستأنف، عسى الله أن يشمله، فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. فضائل هذا الشهر أيها الإخوة، المغفرة، الرحمة، العتق من النار، شهر الصبر،
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شهر المواساة شهر كريم، ينبغي على كل واحد منا ألا يفرط في ساعاته ولا في أوقاته من وقت السحر إلى وقت الإفطار، ولحكمة جليلة ولغاية نبيلة بيّنت فضائل هذا الشهر آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل واصفا أولئك الذين يهبون استعدادا لهذا الشهر فيقومون في وقت السحر، فقال عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، يؤوبون إلى الله، يتوبون، يناجونه بحالة تعبدية فريدة، ثم إذا أصبحوا أو إذا ما نظروا إلى أحوالهم المادية ينفقون في السراء والضراء، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فضائل الصيام أيها الإخوة أكثر من أن تعد وأجل من أن تحصر في خطبة أو خطبتين أو ثلاث. يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعض أيامه بأحاديث فقال ليس لرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ربنا عز وجل نهانا في هذا الشهر الكريم أن نرتكب الموبقات، أن نحذو حذو الصالحين الذين تهفو نفوسهم والأولياء إلى العبادة، إلى التهجد، إلى الترفع عن الصياح. فإذا كان صوم يوم أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يرفث، والرفث في اللغة العربية على مختلف مشتقاتها أي الصياح والغضب سواء بحق أو بغير حق، والدليل أن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، انتهى الكلام، فلا رفث. فإن شابه أحد في أثناء الصيام فليقل إني صائم، وذكرت لكم أن معظم العلماء أن يقولها في نفسه أو يقولها تحذيرا بلطف وأنات ليعلم غيره من الخصوم أنه في حالة ترقية تعبدية درجات لا يهيب به أن يهيم في دركات الخصومة. الشهر الكريم هذا جاءكم ضيفا زائرا فجزاء حسن ضيافة غفران. هذا الضيف ينبغي على كل واحد منا أن يضع برنامجا ليس في غير رمضان، هنالك برنامج للطعام والشراب والعمل، لكن في هذا الشهر الكريم أن يضع برنامج في وقت السحور، وليعلم أن الله عز وجل أدرج من آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن من فضائله استجابة الدعاء، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. قال العلماء عند فطره أي بأنه أدى العبادة ولا بأس بأن يفرح في الطعام والشراب. أيها الإخوة الكرام، إنه شهر الصبر، إنه شهر القرآن الذي أنزل الله فيه هذا القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، محروم ثم محروم، هكذا قال سيدنا جبريل عليه السلام من أدرك رمضان ولم يغفر له، ومن أمن على دعائه حبيبكم محمد قال آمين. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. جبريل يدعو ويقول محروم من أدرك رمضان ولم يغفر له، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول آمين. الصائم ينبغي عليه في ساعات الصيام وخارجها أن يعلم أن هذا شهر مبارك، شهر أغلقت فيه أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصفدت مردد الشياطين
وألقي فيها في وجج البحار، فعليه أن يهيب بهذا الشهر استعدادا ذكرا وقراءة للقرآن وتعبدا واستنفالا، لأن الله عز وجل إذا زاد العبد في النوافل الله يحبه. وهل بعد حب الله شيئا؟ ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا حديث قدسي. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأريدنه. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشهر شهر بركة، وأن نستثمره كما استثمره الأولياء والصحابة بعدم مضيعة الوقت وعدم الاسترسال في وسائل التواصل بدافع أو بغير دافع، بتسلية أو بإضاعة الوقت. نسأل الله عز وجل أن لا يهدي ساعات رمضان إلا وكل لحظة فيها لساننا رطب بذكر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا من باب الريان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصومون حق صيامه، فلا يرفض ولا يصخر ويرتفع عن الخصومات وعن المشاحنات، وليتذكر أن نبيكم، ولنتذكر جميعا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في هذا الشهر، وكان جبريل يدارسه القرآن، وفي العام الذي قبل دارسه مرتين. فهلموا بنا أيها الإخوة، هلموا بنا إلى هذا الشهر. أروا الله من أنفسكم خيرا، من كان فيه غلظة أو شحناء أو خصومة أو أي شيء لا يرضاه ربنا من غيبة أو نميمة أو أي شيء لا يرضاه الشرع الحنيف، فليبتعد عنه بعد المشرقين. ومن كان ملتزما بالطاعة فيزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولا يليق بمؤمن ولا بمسلم أن يكون صخابا، ولا يليق بمؤمن أن يسترسل وراء تلك المسلسلات والأفلام والمواقع التي جيشت، وللأسف الشديد بعض المواقع اخترقوها لكي يدخل بعض سذاج أو ضعاف عن قصد أو غير قصد من بين صفوف المسلمين، من يتصفحون بعض مواقع الإسلامية ويحرفون فيها ويتدخلون بالفقه والعقيدة ويجعلون الناس لا يثقون بالدعاء. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة الكرام أن يجعلهم نصر مبين في هذا الشهر على أنفسنا وشهواتنا. نسأل الله عز وجل كما قلت لكم أن لا تمتد أيدينا إلى الحرام، وأن لا تمتد أعيننا في هذا الشهر، ونحن ندعو الله عز وجل: اللهم أعنا على الصيام، أعن أجسادنا على الصيام والقيام، وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. أيها الإخوة الأحباب، شهر كثرت فيه الفضائل، ماذا نعدد فيها؟ البر، الإحسان، المغفرة، الرحمة، العتق من النار، استجابة الدعاء. هذا رحمة من الله، هذا ضيف الله قد جاءكم، فأروا الله من أنفسكم خيرا. أعود فأقول: من كان في نفسه أو أي شيء لا يرضاه ربنا فليبتعد عنه كل البعد. فباب التوبة مفتوح، والله قال في كتابه: ويبدل الله سيئاتهم حسنات، في سورة الفرقان كما ذكر. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله عز وجل أن نكون ملتزمين في آداب الصيام بكل أحوالنا، في بيوتنا، في بيوعنا، في شرائنا، في طرقاتنا، في مواقف السيارات، في مسجدنا، أن نكون كالبنيان المرصوص، وأن لا يتلفظ أحدنا بلفظة تسيء عنه وتفسد عنه صومه.
اللهم حققنا بذلك يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين، هذا الضيف كثرت فضائله، تعددت محاسنه، فألزمناها وعلمناها وحققناها، واجعلنا ممن يصومون حق الصيام، واجعلنا ممن يلتزمون حق الالتزام، حتى تناديهم فتقول قوموا مغفور لكم،